استاذ محمود عطيه منسق ائتلاف مصر فوق الجميع. استاذ محمود اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ وائل. صباح الخير، اتفضل. وصباح الخير على الضيوف الافاضل المحترمين. اتفضل. وعزائي الى الشعب المصري والى جهاز الشرطه والى اسر الشهداء. اما عن الموضوع اللي بنتكلم فيه عن الازهر، ويمكن يحضرني ذهني ان انا عملت مع حضرتك مداخله قبل كده في هذا الموضوع. ويحضرني ايضا عباره تناولها الاستاذ احمد طنطاوي عند حضرتك من يومين او ثلاثه ايام، وقال بنفس اللفظ كده: يجب التأدب عند التحدث عن الازهر وامامه، في حلقه من حوالي اربع ايام. ده صحيح. بالنسبه لهذا الموضوع، انا شايف ان اتكرر في خلال شهرين ثلاثه من النواب السادة اعضاء مجلس الشعب موضوع امضاءات على مشاريع القوانين بدون العلم محتوى المشروع ايه. وحصل الكلام ده اظن مع الاستاذ طلعت استاذ انور السادات، محمد انور السادات. ونسأله التزويق، التوقيع مزور، ونسأله مش عارف ايه، يعني نفس الكرة تاني. النقطة التانية استاذ وائل، لا، وفي ناس قالت احنا وقعنا لكن بنسحب توقيعاتنا، ما كناش كنا نعتقد انه يتعلق بتجديد الخطاب الديني. ما هو تجديد الخطاب الديني يا استاذ وائل لسه ما عرفناش ما معيار آلية تجديد الخطاب الديني. النقطة الثانية اللي عايز اتكلم فيها حضرتك، ان انا بحس ان السادة النواب مع كامل احترامي وتقديري ليهم بيعملوا حائط سد ما بينهم وما بين الجمهور. يعني كل الناس بتخش احنا يعني بنقدر النائب مش اللي قدم المشروع ومش عارف ايه. لا، لما يكون غلطان نقول له انت غلطان. الضرب في الامام الاكبر والازهر ما يبقاش بالصوره دي. وانا شفت وهو المقدم لهذا المشروع لما كان بيناقشه مع حضرتك قال منه مواد كتير فيها في الحقيقه حاجه، يعني ضرب في الامام وضرب في الازهر. ايه دي؟ هيئة كبار العلماء، اسمها هيئة كبار العلماء علما وسنا ومقاما، ويدخل فيهم يقول مش عارف عشرة منين، وواحد طبيب نفسي، واحد اخصائي مش عارف ايه. ايه ده؟ هل يجرؤ هذا الشخص انه يعمل قانون يقترب بيه من قانون الكنيسة المصرية؟ وانا اول الرافضين لاي حد يقترب جنب الكنيسة المصرية، لكن هل يجرؤ انه هو او مسيحي او مسلم يعمل حاجة زي كده؟ ليه بنعمل كده في الامام الاكبر والازهر؟ منارة العلم والايمان في العالم كله. فيكفي فخرا للامام الاكبر ما جرى امس من التحية العفوية. اما الاستاذ المستشار ماهر، نفس الشيء، من يومين ساب المذيع وقام في حلقة تانية، لان المذيع بيقوم مقام الجمهور او الناس بتوع الازهر وهم بيتكلموا. زعل وساب القعدة وقام. هو ايه الموضوع؟ يعني يا جماعة، ما مش كده الدولة لازم تكون في الوقت ده. ودينا بنشوف الإرهاب اهو، الإرهاب ده بقى بتاع الأزهر اللي حصل النهاردة ده من الأزهر. لا، ما ننسبش لكل حاجة، نشوف العيب فين ونجري وراه، نكون متوحدين خلف الأئمة وخلف الكنيسة. وعيب الكلام ده اللي كان هيحصل، وبرجو من النواب الأفاضل يقولوا لزميلهم لا أنت غلطان. مفيش حاجة اسمها نتكتل كلنا ضد الجمهور وضد الرأي العام. لا، مفيش حاجه اسمها اصل النائب ما يقصدش، اصل النائب المحترم فلان. ليه انتوا بتعملوا جبهه ضدنا ليه؟ ما كفايه الشعب كاره للمجلس.